اولا ما كنتابعش بكل صراحه، يعني ما كنتابعش هذا الخوز عبيلات، نقدر نسميها خوز عبيلات بحال الخوز عبيلات، ما كنسمعهاش. ويعني حشومه بانه الفنان يطيح في مثل هذه المواقف هذه. فكنشوفوا يعني مؤخرا ولينا يعني عبر الانترنت او عبر بعض القنوات وبعض لي غاديو يعني فنان مع فنان او فنانه مع فنانه، فهذا الشيء حشومه وعيب. هذه ماشي، خصنا نكونوا جسم واحد، خصنا نكونوا عائله فنيه وحده. فاش غادي نقول لك انا للاسف يعني كنشمئز وكان يعني كتبقى فيا داك الغيره على داك الفنان، الله يهديهم في بعضياتهم، لانه الفنان راه هو صوره ديال المجتمع، صوره ديال راسه هو، وصوره المجتمع وديال البلد اللي هو فيه. واش غادي نقول لك بدون تعليق البرنامج ديال الرمضانيه، يعني اش غادي نقول لك بدون تعليق، المرجو من لا من القناه الاولى ولا من القناه الثانيه ولا كذلك حتى ميديا بانه يعاودوا يرجعوا الاوراق ديالهم، لانه اش غادي نقول لك، نقدر نقول لك بانه نفس الوجوه كنشوفوها كل طيله هذه تقريبا 4 سنين او 10 سنين او لواقيلا 20 عام، تنشوفوا نفس الوجوه كتعاود. فالمغرب ما فيهش 5 ديال الفنانين او 5 ديال الممثلين او 5 ديال كذا. فالحمد لله المغرب يعني عنده طاقات كثيره وعنده اصوات كثيره وعنده فنانين كثار، هذا هو اللي كيخليهم كيوقعوا في مثل هذه الاخطاء هذو. اولا كيلوحوها للسيناريو، شي كيلوحها للاخراج، شي كيلوحها ما عرف الاناره او ما عرف داك الشيء. فخصهم يتيحوا الفرصه لبعض الشباب طالعين لانه عندهم الكلمه ديالهم وعندهم ما يقولوا.